ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده من سلسله فيديوهات النينجا الاخطر الاعظم الاجمد على الاطلاق، اجمد منتجات كسعر ككواليتي، كان هي كمان متوفره وفي نفس الوقت بتدي نتيجه كويسه جدا. والنهارده قررت ان انا اضيف معاكم للسلسله بتاعتنا نوعيه من المنتجات جديده، وهي المنتجات اللي انا خلصتها تماما رايي فيها بعد ما خلصتها خالص، نشوف مين فيهم اللي طلع نينجا. ولو عايزين تلعبوا معانا اللعبه دي اعملوا لايك للفيديو ده ووصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك في اول 24 ساعه عشان ندخل على الفيديو اللي بعده، لان انا مش عايزه افاجئكم قوي. بس احنا النهارده الحاجات كلها اللي هنتكلم عنها خاصه بالبشره بس، وممكن كمان ناخد معاهم حاجات السنين ده لسه في الفيديو بتاع النهارده ده. في بقى اللي جاي هيبقى للشعر وهيبقى للجسم وهتستعجلوني فيهم، فنعمل لايك للفيديو ده على طول ونوصله ل 10000 لايك عشان ننزل بالفيديو اللي بعده، فيديو نينجا لاقوى منتجات الجسم والشعر اللي انا جربتها وخلصتها لحد الاخر ورايي فيها. وعلى فكره كمان بحب لما بتشاركوني برايكم تحت في التعليقات وبتقولوا لي التجربه بتاعتكم مع المنتجات اللي انا بتكلم عنها، سواء كانت ايجابيه او ما ناسبتكمش. عامة يعني فكرة ان انتوا تشاركوني برأيكم دي حاجة من اكتر الحاجات اللي بتفرحني. يلا على طول نبتدي بعد ما تعملوا لايك للفيديو ده في المنتجات النينجا اللي خلصتها، هنشوف مين فيهم بقى طلع نينجا ومين طلع مش نينجا. خلينا الاول نبتدي بكريمات العين. اول حاجة كريم العين ده من فارماسير، ده يمكن اكتر حاجة عجبتني فيه هو ان هو فيه عامل حماية من الشمس 15، فدايما كنت بستخدمه في فترة السفر وعامة لما اكون نازلة الصبح، بحس انه بيرطب تحت العين جدا وفي نفس الوقت عامل حماية من الشمس. ده بص هو مفيش سامبلوك لمنطقة حوالين العين، يعني دايما بيقولوا نوزع السامبلوك عامة على كامل الوجه بما فيهم منطقة العين، بس اكتر حاجة ممكن تحمي المنطقة دي تحديدا في الوش من اشعة الشمس هو ان انت تكوني لابسه شابو او ان انت تكوني لابسه نظاره شمس. بس انا حسيت فعلا ان هو ليه تاثير الى حد ما، مش فكره الترطيب بس، فكره حمايه المنطقه دي من اشعه الشمس. وكمان الكميه بتاعته قعدت معايا فتره طويله رغم ان هو الحجم بتاعه 15 مللي اللي هو المعتاد لاي كريم عين، بس احس ان هو قعد معايا فتره طويله. الباكجينج كمان بتاعته لطيفه وظريفه جدا، وبيخرج الكميه يعني هي بامب واحده كده بتاخديها توزعيها على الناحيتين، البامب بتاعته كبيره كده ومحترمه، فكنت بوزعها على الناحيتين لان كل ما تكتري في كريمات العين او في الكميه اللي انت بتحطيها ده بيطلع حبوب في المنطقه دي، فضروري ان انت تحطي كميه قليله خالص، فالبامب الواحده كانت بتكفي ان انا احط الناحيتين. خلصته واعتقد ان انا هرجع اكرره مره تانية. الكريم اللي مش هكرره مره تانية وهو برضو للعين هو الكريم ده من ايفا. هو القوام بتاعه من جوه هو اصلا علبة كده بتتفتح، والقوام بتاعه زي ما انتم شايفين لونه كده على اصفر، ومكتوب عليه ان هو الاستخدام الليلي وانتي ايجينج اللي هو مضاد لعلامات تقدم السن. ما حبيتهوش اولا لما بتيجي توزعيه على منطقة تحت العين، حتى لو هنحط حاجات بتركيز عالي في فترة الليل، بس اما بتيجي تدمجيه صعب قوي في ان انت تدمجيه، مش عارفه ليه، وبينشف بسرعه قوي. يعني وانس ان انا جيت بوزعه وخلاص وبوزعه حوالين عينيا، ابص الاقي انه مثلا لو بصيت نفسي في المرايه قبل ما ادخل انام وانا بوزعه كده الاقي ان ليه بقايا كده ومكتل ومكلكع تحت العين. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه طول فتره استخدامي ليه ظهر لي، عارفين الحبوب الصغيره خالص اللي بتظهر حوالين العين اللي هي ما بيكونش ليها لون، هي بتبقى زي لون الجلد كده نفسه، طلع لي حبوب تحت العين فما حبيتهوش خالص. القوام بتاعه تقيل، ويمكن الحاجه الوحيده اللي عجبتني فيه انه لما بتحطيه عشان هو لونه على اصفر كده بحس كاني حطيت مثلا ايه طبقه كونسيلر خفيفه تحت العين كده، فبحس ان هي نورت. دي يمكن الحاجه تقريبا الوحيده اللي عجبتني فيه، انما غير كده مساوئه بالنسبه لي اكتر من فوائده كتير، فما اعتقدش ان انا هرجع اكرره مره تانية. اللي هرجع اكرره مره تانية واللي برضو من ايفا هو الكريم ده باللؤلؤ، وهو لؤلؤ في نفسه قوي. الكريم ده تحفة يجنن، سعره في حدود ال60 جنيه، سعره حلو قوي 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 ككريم عين، لانه كريمات العين انا بحسش فيهم باختلاف قوي بينهم وبين بعض، هم كلهم بيرطبوا، في ممكن يساعدك على التفتيح حاجة بسيطة، في ممكن يقلل معاك انتفاخ اللي هو بيظهر حوالين العين ده او تحت العين واحنا صاحيين الصبح من النوم، بس فكرة ان هو يشتغل على الهالات السودة دي معظم الكريمات كلها بتدي نفس التأثير تقريبا، فمش هنتكلم في حتة تفتيح الهالات السودة دي. لكن كترطيب كسعر كباكجينج بتاعته ظريف
ظريفه ولطيفه جدا، بيرطب فعلا حلو قوي تحت العين ومناسب لكل انواع البشره. يعني لو انت بشرتك جافه او حوالين العين المنطقه دي جافه هيديكي ترطيب حلو، لو انت بشرتك مختلطه او دهنيه برضو هيديكي ترطيب حلو من غير ما يدهن المنطقه دي او تحسي انه مثلا بدات تظهر حبوب صغيره حواليها بسبب الكريم. فحلو جدا جدا جدا، واعتقد ان انا هكرره مره واثنين وثلاثه. ندخل بقى على البشر ونبتدي بالكريمات المرطبه. اول واحد وهو الكريم ده من بيبانثين، الكريم ده من بيبانثين، ده فور دراي سكين. انا بشرتي مختلطه لدهنيه وهو مرطب، ومرطب حلو جدا جدا، وفي منه كمان البشرة المختلطة والدهنية، بس انا كنت طالباه في الفترة دي للبشرة الجافة عشان كنت بعمل تقشير لبشرتي. ففي الفترة دي حتى لو انت بشرتك طبيعتها دهنية هتجف من التقشير، فلازم تستخدمي مرطب قوي. فانا استخدمته على الرغم من هو للبشرة الجافة الا انه كان ممتاز معايا، طلع ليش اي حبوب، بالعكس كان خفيف. ممكن في الوقت اللي خلاص بشرتي بدأت ترجع لطبيعتها في الاخر كده خالص لما كنت بحطه كنت يعني كنت بحس ان هو بيدهنن شوية، بس في النهاية هو حلو جدا ومتوفر وسعره حلو، وكمان حاجة طبية، بتستخدمي حاجة امنة تماما على البشرة، فعجبني. ولما قرر ان شاء الله هجيب بقى اللي هو للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة. في كمان الكريم ده، ده كريم مرطب بالعسل اسمه دانو، دانو كريم 50 جرام. تمام، الكريم ده اللي رشحولي صيدلي، كل المكونات اللي فيه عسل وزنك وحاجات تساعد على ترطيب البشرة وعلى ان البشرة تكون هادية. ففترة جات لي فرة حبوب كده في بشرتي، عارفين انتوا الفترة اللي تبقى البشرة مش في احسن حالتها وفجأة كده يظهر لك حبوب انت مش عارفة يظهرت لك منين. انا كانت في الفترة دي بشرتي مجهدة جدا جدا، وشكلي شاحب كده وشكلي مش حلو، بشرتي مش رايقة وعمال يطلع لي حبوب غريبة مش عارفة اتعامل معاها. فرحت للصيدلي قلت له بص انا مش عايزة اي كريم ولا داخل فيه اي روائح معينة ولا داخل فيه مثلا كيميكالز كتير ولا في اي حاجة، انا بس عايزة كريم مرطب طبي يهدي لي بشرتي عشان انا بشرتي تعبانه، بس مش اكتر من كده. فهو اقترح عليا الكريم ده وقال لي حلو جدا وهيرطب معاكي حلو جدا، وفعلا هو كده، واعتقد كان برده في رينج ال 50 جنيه. المهم ان هو كان حلو، بس انا استخدمته في فتره الصيف، ففي الفتره دي كنت بحس شويه لما بحطه ان هو بيدهن البشره شويه. فهو المفروض ان هو مكتوب عليه فور اول تايب سكين، ان هو كل انواع البشره، بس لا انا ممكن اكرره مثلا في الشتاء، لكن مش هرجع اكرره مره تانية في الصيف عشان كان بيدهن البشره شويه. ما زودليش الحبوب، هدى بشرتي جدا، كنت مرتاحه جدا وانا بستخدمه، ريحته ما كانتش الطف حاجه اعتقد، يعني ريحته كانت بتضايقني منه ومخلصاه من فتره، بس هو حلو في الترطيب. اعتقد كمان لو البشره الجافه لو محتاجه يعني كريم مرطب حلو ومتوفر وكمان بيديكي ترطيب تحفه، الكريم ده هيبقى حلو قوي معاكي. ندخل على السكراب ده من سانت ايز، ده ياما نصحتكم بيه ونصحت نفسي ان احنا نعمل تقشير للبشره، ومع الوقت بيكتشفوا حاجات غلط احنا بنعملها ببشرتنا، فكان من ضمنها انه لما بنستخدم اي سكراب فيه حبيبات، مهما كانت الحبيبات دي خفيفه برضو بيبقى ليها تاثير ان هي بتجرح البشره. فانا ما بقتش اعمل اي نوع من انواع التقشير لبشرتي عن طريق الحبيبات الا لو كان حاجه زي اللي هقول لكم عليها دلوقتي، او لو كان حاجه طبيعيه مثلا زي الحاجات اللي بستخدم مثلا ماسك بيكون داخل فيه القهوه. فالقهوه عامه الحبيبات بتاعتها بتدوب لما بتيجي مثلا تدعكي بقى بشرتك بعد ما الماسك نشف عليها، بتحس ان الحبيبات بتاعت القهوه كده دابت على بشرتك ما جرحتهاش. انما ده اكتشفوا ان هو عامه مش ده بس، اي نوع سكراب سواء اللي بالسكر سواء اللي فيه حبيبات كتير اللي فيه حبيبات قليله، ان هو بيجرح البشره مع الوقت. فانا بقيت استخدم اللي هو البيل اوف ماسك، بالنسبه لي ده بقى المفضل. في ناس ضده وبتقول لا انه فكره ان انت تشد البشره ده مش حلو، بس هو مش بيشد البشره بالطريقه اللي هي يعني شده كده زي السويت والحاجات دي، لا هو بيتفرد كده وتيجي تشيليه بتحس ان هو بس نضف لك المسام وشلك حبه كده من الشعر الوبري، بس مش اكتر. ما بحسش ان هو تقيل او سخيف مثلا على البشره، او ان انا بشد بشرتي او فهتترهل بقى مع الوقت، ما بحسش كده خالص. فانا بطلت اللي هو السكراب العادي بكل انواعه مش بس ده، فبس اتفضل كميه يعني عقبال ما وصلت للمفهوم ده كان لسه تقريبا في اوله. فابتديت بقى ان استخدمه على الجسم، على الايدين، على الرجلين، على الاكوع، على الركب، ما كانش بيقول لا لحد ما خلص، بس مش هكرره تاني على الاقل للبشره. وللجسم بقى لو يعني لو انا جبته للجسم، لا في حاجات تانية متوفره وارخص كتير والحبيبات بتاعتها اقوى وتنفع لتقشير الجسم. ندخل بعد كده على التونر، ومعانا التونر ده من ايفا،
بصي لو انت سنك صغير، لو انت بشرتك ما فيهاش اي مشاكل، ارشح لك وبقوه هذا التونر لانه حلو قوي وناعم قوي. والاول مره استخدم تونر ويكون القوام بتاعه لوشن، ودي حاجه ممكن ناس تحبها، انا بالنسبه لي لا ما حبيتهاش. انا بالنسبه لي القوام بتاع التونر ميه، يا اما هرشه يا اما احطه على قطنه واحس ان انا نضفت بيه البشره او ان انا قفلت بيه المسام او ايا كان شغلانته ايه. في حاجات بتشتغل على الحبوب، انواع من التونر برضو بتشتغل على الحبوب، لكن ده عايز بشره تقريبا خاليه من المشاكل. هو ريحته تجنن، ريحته حلوه قوي، الكميه بتاعته حلوه، سعره في حدود ال100 جنيه او اعتقد هو 100 جنيه. فاعتقد ان هو هيكون مناسب اكتر حاجه للبنات اللي هي لسه في سن صغير، اللي لسه بتقول هبتدي ان انا اهتم ببشرتي وعايزه حاجات تكون متوفره وسعرها كويس. ده هيكون حلو قوي ودايما برشحه لكم. اقرره او لا، ممكن اقرره بس هكون بستخدم معاه حاجه تانية، مش هكون معتمده عليه لوحده بحكم السن بقى يا جماعه، بحكم البشره برده متبهدله معانا ككبار شويه، انما الصغيرين ما بيكونش عندهم مشاكل في بشرتهم قوي، فده هيكون حلو معاكي. في كمان كريم مرطب اسمه ريتيرن، ده كريم كوري، هو شكله عامل زي الانبوبه كده، حاجه طبيه. خليني اوريه لكم تاني. الكريم ده حلو قوي في ترطيب البشره، بس للبشره الجافه برده، ما ينفعش البشره الدهنيه او المختلطه. لما كنت بحطه اول مره ما حسيتش ان انا متضايقه منه خالص، حسيت ان البشره امتصته والدنيا تمام وبشرتي تمام. بعد كده من تاني وثالث ورابع مره، مجرد ما احطه على بشرتي الاقي وشي بقى ايه، طلع دهون، عرق مش مريح خالص. حاسه ان انا حاطه تقل على بشرتي، بحس ان بشرتي بتعرق قوي. اول لما بحطه بحس كاني حاطه ماسك على بشرتي، مش كاني حاطه كريم مرطب. ففضلت ان انا استخدمه، اصلا كانت العبوه صغيره جدا جدا، 15 مللي اللي هو يعني يا دوب قد كريمات العين مثلا، فخلصت طبعا معايا بسرعه. وانا كنت جايباه اللي هو حاجه طبيه ومنتج كوري، كنت عامله كده فيديو عن المنتجات الكوري والحركات دي، فكنت جايباه بس حسيت ان انا بحط حاجه طبيه. بس هو لا، مش مناسب لنوع البشره المختلطه او الدهنيه، وما عملش حاجه فظيعه. يعني هو المفروض كوري وهيغير بشرتك ومناسب لكل انواع البشره والكلام الحلو ده كله، مكتوب عليه ان هو بيعمل حاجات كتير، بس انا ما حسيتش باي حاجه من كده. بالعكس لما كنت بحطه على بشرتي كان بيضايقني. اما الحاجه اللي بعد كده وهي الصن بلوك، ده من بايو بالانس، من احلى انواع الصن بلوك اللي استخدمتهم. كالكميه بتاعته، كان هو فعلا بيحمي البشره حلوه قوي، كان هو فيه منه انواع ايه، كان هو فيه منه ايه، كانه دي ان هو فيه منه انواع. في لو بشرتك معرضه للحبوب تستخدمي لها نوع، في لو بشرتك مثلا فيها اثار تصبغات او مثلا بقع دكنه او محتاجه ان انت تفتحيها بتستخدمي نوع تاني. ما حسيتش منه في حوار التفتيح والحاجات دي، بس هو كصن بلوك مجرم مجرم، قمر زي ما بيقول، قمر جدا، بحبه جدا. في عامل حمايه من الشمس، اليو في اي واليو في بي والبلو لايت. ده بصوا هو مش مجرد صن بلوك عادي. انا كنت عامله عامه عن المجموعه بتاعت بايو بالانس دي فيديو كده كامل، احاول ان ادور لكم عليه عشان هو كان تقريبا من سنه، واحطه لكم هنا او احطه لكم تحت في اول تعليق تشوفوه. لانه هو بس مش بيحمي من اشعه الشمس الضاره، بيحمي كمان من الحراره بكل انواعها، بيحمي كمان من اشعه الاشعه اللي بتطلع من الموبايلات. هو حتى مكتوب عليه اللي هو البلو لايت ده، اعتقد مليون المية ان انا هرجع اكرره مرة تانية. بس انا حاليا بجرب انواع مختلفة عشان برضو ما افضلش مصممة على حاجة ما بجربش غيرها، خاصة في الصن بلوك ما بجذبش قوي بان انا اجرب انواع جديدة. بس ده اعتقد يوم ما هغلب هرجع له مرة تانية وتالتة ورابعة، متوفر في كل الصيدليات الكبيرة. وما اننا اتكلمنا عن الصن بلوك واتكلمنا عن الصيف، نتكلم عن التفتيح. ففي الكريم بتاع التفتيح ده من ACM، ما عملش اي حاجة ببشرتي، ما عملش اي حاجة تماما. كريم مزيل للبقع الجلدية مركز، لا وعاملين لنا بصوا التيب بتاعته عاملة ازاي، اللي هو قال يعني هتاخدي منه وتحطي على التصبغات او تحطي على البقع او تحطي على المكان اللي فيه البشرة مثلا تعرضت للاسمرار. ما فتحش. لما كنت بحطه على مثلا حتة كلف كده او مثلا على النمش ان هو يضيع لي النمش او كده، ما عملش الكلام اللي هو بيقول عليه، غير انه على طول بقى تلاقوا الدنيا متلحوسه كده. هو طبعا اللحوسه دي لان انا سايباه بقالي فتره، فهي يعني زي ما تقولوا كده اكسدت، الكريم نفسه اكسد، انما هو كان كريم اقرب للون السمني كده شويه، سايباه بقالي فتره بس عشان كنت زهقت خلاص بجد من استخدامه وما كنتش بشوف اي نتيجه. بس كل مره فيها كنت بستخدمه الاقيه عمال يبوظ كده، وانا ما بحبش الحاجات اللي تبقى ملحوسه كده اما اجي استخدمها.
لانه المفروض الحاجات دي تبقى نظيف، حاجه بتحطيها على السكين وكده لازم تبقى نظيف عشان البكتيريا دي مع الوقت بتطلع حبوب وبتبهدل البشره. فانا بصراحه ما شفتش منه اي نتيجه خالص في التفتيح. وعامه المنتجات بتاعه اي سي ام دي يعني سعرها مش رخيص خالص، فانا جربت منهم اللي هو البيل اوف ماسك ان انت بتفرديه، اللي انا كنت لسه بقول لكم اللي هو بديل التقشير، كان حلو قوي 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 بغض النظر عن ريحته قويه، بس كريم التفتيح ما جابش معايا اي نتيجه. ندخل بعد كده على الليب بالم، ودي دايما بكلمكم عنها اللي هي من بالمرز، رهيبه في الترطيب، رهيبه رهيبه رهيبه، حلوه جدا جدا جدا. وكمان الباكجينج بتاعتها مختلفه كده عن اي حاجه، حجمها صغير قوي بس بجد بتقعد معاكي فتره طويله، فمن احلى انواع الليب بالم اللي انا استخدمتها. في الترطيب تدي ترطيب قوي وترطيب طويل المدى، يعني تقعدي طول اليوم شفايفك مترطبه. اهم حاجه اهم حاجه ان هي ما بتكرفش، يعني ما بتحسيش بطعم في بقك. في بنات بيحبوا كده، تحب تحس بطعم الحاجه اللي هي حاطاه، الفراوله تبقى عايز تبلعها، المانجا، البرتقال. انا ما بحبش كده، ما بحبش اي طعم في بقي، اكل اشرب ابقى بحريتي، فده مش بيسيب اي طعم خالص، وفي نفس الوقت بيدي ترطيب قوي. اللي بقى بيسيب طعم واللي مش لطيف خالص في الترطيب، وهو ده من اماندا، مش بس بيسيب طعم هو كمان مش لطيف خالص في الترطيب. انا عايزه اقول لكم استخدمته مرتين ثلاثه، بصوا زي ما هي. ليه؟ لانه اولا ترطيبه ضعيف جدا جدا جدا، يعني في حاجات مثلا انواع من الليب بالم مثلا لابيلو او حاجه الاوريجينال اللي هي لونها ازرق بتديكي ترطيب قوي وما بتديكيش اي لون. في منها انواع تانية بالتوت وبالفراوله ومش حاجات كيوت بتاعتنا دي، اوكي بتديكي ترطيب نسبيا مش اقوى حاجه، وبتديكي في نفس الوقت لون. ده ما بيديش ترطيب وبيدي لون مش ثابت. انت لو عايزه تجيبيه عشان لونه اوكي، بس هو فعلا مش هيثبت. واسوأ حاجه فيه بالنسبه لي على الاقل ان هو بيسيب طعم في البق لا يحتمل بجد، هي طعم سيء 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 جدا، فما حبيتهوش. وبحس انها متلحوسه كده وانا حطاه، عملت كده عملت كده، بحس انه راح في كل حته، فما اعتقدش ان انا هرجع اكرره مره تانية. في ناس بتحبه جدا وبتشوف ان هو بيرطب، انا ما شفتش منه اي ترطيب، ترطيبه فعلا ضعيف واللون بتاعه مش اللي هو هيثبت، اللي هو كنا نجيبه مثلا عشان ان هو ليبستيك او حاجه، بس لا مش حلو. ندخل بعد كده على مزيل الميك اب، ده من جارني. ده مش المزيل ميك اب اللي هو العادي الغطا بتاعه من هنا بينك اللي هو الميسلر ووتر، لا ده ميسلر اوكي، يعني ماء اللي هو الميسلار، بس في نفس الوقت فيه كميه من الزيت كده، يعني لما بتجيبيه بتحس ان هنا كده في حبه زيت، طبقه زيت، وهنا الباقي اللي هي اللي هو ماء الميسلار. ما حبيتهوش خالص 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 خالص. اولا لما اوكي هترجيه هتحطيه على القطنه، هتمسحي بيه بشرتك، هتلاقي بشرتك كلها زيتت، فبشرة مختلطة ودهنية بعيدوا عنه تماما. لما باجي اغسل بشرتي بعديه بحس انه الزيت لسه على بشرتي، وبغسل كمان بغسولات قوية، مش اللي هو غسول عادي كده يومي، غسول فعلا قوي اللي هو بينضف لي اصعب البقع على بشرتي، بلاقي ان احساس الزيت ده لسه موجود. والحاجة الاهم والاخطر وهي انه مش بيشيل الميك اب حلو، يعني بعد كل ده، يعني بعد ما استحملت كل الزيت اللي فيك ده وفي الاخر برضو مش هتشيل الميك اب، كنت بستخدم معاه كميه قطن رهيبه، بفضل احط وامسح احط واشيل احط واشيل، وفي النهايه الميك اب ما اتشالش كويس. يعني مثلا لو جبت بقى اللي هو جرنيل لونه بينك قطنه في الاخر خالص ومشيت على بشرتي هلاقيها لسه بتطلع ميك اب. وفي نفس الوقت كون ان هو اصلا في كميه زيت وفي اللي هو ماء المسلار ده معناه انه الزيت اللي فيه ده هيفتت لنا الميك اب، فلما تيجي تشتري هيبقى سهل جدا، ما بيفتتش الميك اب ومش بيشيله حلو، ما حبيتهوش. وكويس ان انا جربته في الصغيره عشان ما كنتش اتدبس في الكبيره، ما حبيتهوش خالص. التاني البينك احلى بكتير. في كمان الوايبس دي من جارني، دي اللي هي المفروض اللي هي زي اللي هو الميك اب ريموفر اللي هو ده البينك اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه، دي المفروض اللي هي الوايبس بقى منه، ما حبيتهاش خالص، ما حبيتهاش، ما بتشيلش الميك اب حلو، بتستخدمي اكتر من وايب عشان تشيلي بيه الميك اب، وفي النهايه ما بيتشالش حلو، بتحتاجي ان انت تنضفي بشرتك بعديها كويس. الميه اللي فيه حتى مش كتيره بالنسبه لي، اللي هو ماء المسلار العادي افضل واوقع بكتير، بس ده لا ضعيف قوي في ان هو يشيل الميك اب. في انواع تانية بتشيل ميك اب احلى وفي نفس الوقت ما بتجففش قوي البشره بعد ما تستخدميها. ندخل بقى على الغسولات، واول غسول هو الغسول ده من افن.
ده يمكن من اكتر انواع الغسول اللي هو بيعالج الحبوب، اللي هو زيه مثلا زي الغسولات اللي بتشتغل اكتر على الحبوب اكتر من اي حاجة تانية. محبتهوش نهائي، وقعدت كتير استخدمه فترة ووقف، استخدمه فترة ووقف، استخدمه فترة تاني ووقف. انا عايز اعرف انت اللي عامل لي مشكلة دي ولا مش انت؟ في الاخر للأسف طلع هو، على الرغم ان كتير بيفضلوه وبيستخدموه وريحته جنان، ريحته حلوة قوي بصراحة، ريحته حلوة بحبها قوي، تحس انت حاطة حاجة كده نظيفة على بشرتك، بس للأسف كان بيطلع لي حبوب صغيرة، عارفين اللي هي الصغيرة خالص دي، كان بيطلعها لي من تاني او تالت استخدام مثلا. انا لسه ما يعني انا لسه ببتديها في الغسول، كان بيطلع لي حبوب بطريقة بشعة، حبوب صغيرة، الاقي بشرتي كلها كده محببة منه، مش عارفة على ايه، اوقفه وارجع له تاني الاقي نفس المشكلة ظهرت تاني. فعرفت انه من هو تريد طوالي خلصان كده، خلصوا على جسمي، مش هيترمي اكيد يعني، هنخلص على جسمنا اهو ينظف وخلاص. بس ما اعتقدش ان انا هرجع اكرره مرة تانية. في غسول تاني اللي هو من ايتود هاوس، اللي هو البيكنج باودر، بحبه جدا، ودي خلصت وكررتها مرة كمان وخلصت وهكررها مرة كمان، من كتر ما هو حلو، من كتر ما الحبيبات اللي فيه ناعمة، من كتر ما هو فعلا بينظف البشرة. لما قلتلكو على السكراب ده انها مش حباه ومش حابة الحبيبات اللي فيه، والحبيبات الكتيرة اللي فيه مع الوقت بتجرح البشرة، ده الحبيبات اللي فيه ناعمة، تحسوا ان هي فعلا حبيبات بيكنج، اللي هو بيكنج سودا، ولما بتيجي بقى تدعكيه كده على بشرتك بتحس ان الحبيبات دي اختفت. يعني وانت بتغسلي بشرتك كده تحس ان هي بتدوب، بينظف البشرة جدا جدا جدا، بس بينشفها جدا جدا جدا. فاي غسول العادي والطبيعي ان انت تحطي بعديه مرطب كويس او مرطب مناسب لنوع بشرتك، عشان لو نشفها سنة ده يعوض ده، لكن ده بينشف البشرة قوي، اللي هو محتاجة مرطب قوي قوي بعده، بس هيخلي بجد بشرتك اللي هو تزيق كده من النظافة. الغسول اللي بعد كده وهو الغسول ده من جارني، ده 3 في 1 بيور اكتف 3 in 1، غسول ومقشر وقناع. وفعلا لو انت استخدمتيه كده على بشرتك هتحس ان انت حاطة ماسك على بشرتك مش حاطة غسول، وفي نفس الوقت ان هو في حبيبات مقشرة. حلو بصراحة، حس ان هو طلع لي حبوب، مش عارفة ليه، يعني حسيت بعد اكتر من مرة استخدمته فيها، ما كنتش طبعا بستخدمه بشكل يومي خالص، انا كنت بستخدمه لو في يوم مثلا حتى فول ميك اب، لو في يوم مثلا عارفة ان بشرتي متبهدلة بكتيريا ومحتاجة ان هي تنضف قوي، فكنت بسيبه كده دقايق على بشرتي وابتدي ان انا ادعكه واغسل البشرة. مش عارفة، حسيت ان هو طلع لي حبوب، وريحته فعلا تحسوه لايق قوي على فكرة الباكجينج بتاعته دي، تحسوه ان هو بحر كده واملاح بحر، تحسوه كده حاجة قوية كده وانتوا بتستخدموها. بس انا محبتهوش، يعني على الرغم ان هو حلو متوفر وكتير بيفضلوه، خاصة كمان ان هو 3 في 1، بس مش عارفة ممكن اكرره تاني اشوف هل هو فعلا كان بيعملي مشكلة الحبوب دي ولا لا. بس في حاجات تانية بالنسبة لي يعني ممكن ان انا يعني تبقى اولى بالنسبه لي ان انا اكررها مره تانية. احنا كده خلصنا، بس انا للاسف عندي خبرين، واحد فيهم حلو والتاني مش حلو. نبتدي باللي مش حلو. اللي مش حلو ان انا مش هقدر بصراحه ان انا اتكلم على منتجات الاسنان، لان هي فيها كلام، سواء انواع المعجون اللي جربتها لتبييض الاسنان او الغسول بتاع الفم اللي بيضيع الريحه اللي مش لطيفه، فيها كلام، وانا حاسه ان انا طولت عليكم قوي في الفيديو ده، فخلينا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك يلا بسرعه عشان ننزل بالفيديو اللي بعده. اما الخبر الحلو، هو حلو بالنسبة لكم بس مش حلو بالنسبة لي، واللي حلو بالنسبة لي برضو، وهو ان المنتجات دي على قد ما كان نفسي ان انا اعمل لكم الريفيو ده عشان اتخلص بقى منها واتخلص من الكراكيب والدنيا تبقى هادية، بس انا قررت ان انا مرمهمش. وليه؟ ده سؤال حلو في محله. وهو لانه على قد ما كان نفسي اتخلص من كل المنتجات دي بقى بعد ما اعمل لكم الفيديوز دي، على قد ما انا مش هتخلص منها وهسيبها. ليه؟ عشان هنعمل بيهم ان شاء الله سلسلة جديدة من منتجات النينجا، وهي نفس المنتج بس من براندات مختلفة، برضو مجربوهم كلهم واقول لكم الفرق ما بينهم في السعر، في الكواليتي، في النتيجة اللي انت هتاخديها، في كل حاجة. يعني مثلا غسولات البشرة، اي نوع غسول انا جربته جيبهم كده حطهم رصهم كده جنب بعض واقول لكم على المقارنة اللي ما بينهم في كل حاجة. سقف بقى كده مع بعض كلنا تحت التعليقات، سقف، اشوف السقفة العالية بقى، السقفة العالية.
لسلسله النينجا دي، انا حاسه ان السلسله دي هتتشعب مننا في حاجات كتير. فعايزاكم دلوقتي تحت في التعليقات تقولوا لي ايه اكتر مجموعه انتم متحمسين لها قوي. اللي فاتت اللي هي كنا بنقول منتجات تحت ال 20 جنيه، تحت ال 50 جنيه، تحت ال 100 جنيه، ولا السلسله اللي احنا فيها دلوقتي دي المنتجات اللي خلصت ورأي فيها بعد ما خلصت تماما، سواء للبشره او للشعر او للجسم، ولا المجموعه اللي جايه ان شاء الله اللي فيها هنقارن المنتج الواحد في اكتر من براند، ايه الافضل وايه الاسوأ من وجهه نظري ومن واقع تجربتي الشخصيه. وعلى فكره بحب قوي لما مثلا اكون رايي عن حاجه معينه والاقيكم انتوا كمان عندكم نفس وجهه النظر او عمل معاكم نفس الحاجه اللي حصلت معايا، يعني بحس بألفه كده وصداقه ويعني حاجات حلوه كده، مش عارف حلوهم منها. فالمهم يعني قولوا لي انتم متحمسين لاني مجموعه فيهم اكتر من سلسله الفيديوز النينجا. واستنوني في فيديو قريبا ان شاء الله بعد ما الفيديو ده يوصل ل 10000 لايك في مجموعه جديده من المنتجات النينجا، ونشوف ايه الافضل مع بعض. بشكركم جدا جدا، بحبكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.